اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها على ردود الفعل على قرارات البنك المركزي المصري الاخيره وتاثيرها على الاقتصاد المحلي، كما نتابع ايضا اداء مؤشرات البورصه المصريه واسواق المال العالميه وحركه الاقتصاد. نبدا من الاسكندريه، حيث اكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى دبوري ان الدوله لديها الاطمئنان والثقه لتدبير العمله الحره المطلوبه لدفع عجله الاقتصاد المصري خلال الفتره القادمه، وذلك من خلال الاستثمارات الضخمه الداخله للدوله فضلا عن اتفاق صندوق النقد الدولي. بالاجراءات اللي تمت من خلال توفير سيوله كبيره جدا للدوله المصريه، من خلال الاجراءات اللي تمت ما بين الحكومه والبنك المركزي امس واعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمر الصحفي امس، الدوله المصريه النهارده لدينا الاطمئنان والثقه، وانا بكررها، لدينا الاطمئنان والثقه لتدبير العملات او العمله المحل الحره المطلوبه لدفع عجله الاقتصاد المصري خلال الفتره القادمه كلها. كما اكد مدبولي ان الدوله تولي اهتماما كبيرا لتوفير العمله الاجنبيه خاصه لقطاعات السلع الغذائيه والادويه والاعلاف والمنتجات البتروليه ومستلزمات الانتاج الخاصه بالصناعه. الاولويه للدوله المصريه في مجموعه حاجات رئيسيه. ايه هي؟ السلع الغذائيه بكل مشتقاتها، الادويه، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة. دول اولوياتنا لتدبير العملة. انما اي حاجة تانية، منتجات تمت الصنع، سلع استهلاكية، هتأتي في ذيل القائمة. وانا بأكد لهذا الموضوع عشان محدش يطلع من اللي بيستورد سلع استهلاكية ويقول انا محدش دبر لي عملة. الأولوية للدولة المصرية من هنا ورايح للمجموعة اللي أنا اتكلمت عليها، وبالتالي ده يقودنا للرسالة اللي كنا دايما بنوجهها للمصنعين، التعميق التصنيع المحلي. وأشار دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تاجر من تجار السوق السوداء ولكافة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين من الخارج. وأضاف مدبولي أن هناك تنسيقا بين وزارات التموين والداخلية والتجارة والصناعة لمتابعة الأسواق. احنا عشان نصل إلى القرارات اللي احنا خدناها امبارح كان في شغل كتير جدا بيتم مع كل جهات الدولة، وهنا أنا بتكلم على كل الجهات اللي معنية بمتابعة الأسواق، سواء وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة. ولكن احنا كنا بنعي ان بسبب هذه الازمة وطول امدها، انا بتكلم على ازمة الدولار وازمة العملة الصعبة، ابتدت تتشكل شبكات، وانا بقول اهو شبكات معقدة من التجارة، ما يطلق عليها السوق السوداء او السوق الموازية. من جانبه قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ان نستهدف الى تقليل نسبة التضخم الى ما دون 10% على المدى المتوسط، واشار الى ان وجود سعرين للصرف في اي اقتصاد هو مرض لا تستقيم معه الامور، وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للحد من التضخم. يبقى عندنا سعر واحد، عندنا ان احنا في الاخر على المدى المتوسط ان احنا نوصل لسعر التضخم يكون احادي. طبعا حضراتكم عشان نكون واضحين، الحاجات دي ما بتحصلش بين يوم وليله. احنا النهارده كل اللي حصل ده بدايه، وهتحتاج شغل مش بس من البنك المركزي، شغل من المركزي وشغل في الاقتصاد الحقيقي، وده احنا فعلا محتاجينه كلنا. كما اكد محافظ البنك المركزي توفر ما يكفي من العملة الاجنبية لسداد التزامات الدولة خاصة مع توحيد سعر الصرف. احنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيد، خاصة مع توحيد سعر الصرف. وبعدين في الاخر احنا في الفترة اللي فاتت، وما نخبيش على حضراتكم، امكانياتنا كانت بس ان احنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الاساسية والاستراتيجية اللي اغلبها مدعم.
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف سوف يعزز من تدفقات الاستثمار المباشر ويقضي على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، كما سيعمل على خفض معدلات التضخم. أكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خطوة قوية لخفض معدلات التضخم وتعزيز سوق الصرف، كما يقضي على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية أو السوق الموازية. وأضاف الخبراء أن القرار خطوة إيجابية قوية لصالح الاقتصاد المصري، خاصة وأنه في صالح تحويلات المصريين بالخارج التي تأثرت في الفترة الأخيرة بأسعار السوق الموازية، مشيرين إلى أن القرار يساهم في جذب ودائع المصريين بالخارج ويشجعهم على تحويل أموالهم للمصارف. كما أوضحوا أن قرار تحرير سعر الصرف كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وجاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام التي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد اتحاد الغرف التجارية على أن قرار رفع الفائدة ووضع سعر عادل للجنيه سيؤدي لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها. وتوقع الاتحاد زيادة الحصيلة الدولارية خاصة مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة، وهو ما سيؤدي إلى خفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية وتنمية الصادرات بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ. وقد شهدت أسعار المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية تراجعاً بنسب متفاوتة مؤخراً بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة مع الإعلان عن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي الذي سيضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما يوفر حصيلة دولارية كبيرة ستساهم في تراجع واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. واتفق الخبراء مع طرح البنوك شهادات بعائد مرتفع لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% مع تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار. نتحول إلى البورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 93 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.12 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 18.9 مليار جنيه، في حين بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه. وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 25% ليصل إلى مستوى 31,300 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 7,223 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.2% ليصل إلى مستوى 10,281 نقطة.
والمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء السوق اليوم ينضم إلينا الأستاذ محمد فريك خبير أسواق المال. أستاذ محمد تحياتنا فن. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا. بداية أستاذ محمد، يعني كيف تقيم قرارات البنك المركزي بالأمس برفع سعر الفائدة واتباع سياسة مرنة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأيضا أثار ذلك على الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة؟ طيب طبعا خطوة قوية جدا وخطوة كويسة جدا كنا منتظرينها بقى فترة عشان تكبح جماح فكرة ان يبقى في عندك سعرين صرف، لان اي مشكله اقتصاديه حلها في حاجه اسمها الاف دي اي او فورين دايركت انفستمنت او استثمار اجنبي مباشر، والاستثمار الاجنبي المباشر هيبقى فيه متطلبات مهمه جدا عشان يجي يستثمر في البلد. فاول خطوه بيبقى بيدور عليها ان يبقى في سعر صرف واحد يقدر زي ما يضخ السيوله بتاعته يقدر يطلع بيها من 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 البلد. فبالتالي ده كانت من اهم الخطوات اللي بتسهل عمليه الاستثمار الاجنبي اللي يجي لك من بره. دي رقم واحد. رقم اتنين، سعر الفايده لما بيبتدي يزيد بيعمل مشاكل قصيره الاجل لفكره الشركات اللي في عليها قروض وكده، بس في الاخر بيخلي فكره ان التضخم نفسه يبتدي يقل في الاقتصاد نفسه. ليه؟ لان انت بتبتدي عندك الشركات تبتدي المشاكل الاقتصاديه اللي بتقابل الشركات كلها ومشاكلها مع العمله اللي يقدر يستورد بيها واللي يقدر يشوف المتطلبات بتاعته الخارجيه، كل طول ما العمله نفسها متاحه بيبتدي يعمل على اللونج ران حلول كويسه ويبتدي الشركات تبتدي تتاثر بصوره كويسه بالكلام ده مع اللونج ران. طيب كل ده طبعا تاثيره كان ايجابي جدا على السوق. طبعا كان في بدايه جلسه الامس كان في ايجابيه قويه جدا، بس في اخر الجلسه زي ما قلنا الشركات اللي كانت عندها قروض كان فيها صدمه للقصه دي ان هو بدات تنزل السوق على وتيره سلبيه، بس النهارده قدر السوق في الحقيقه انه يمتص الضغوط البيعيه دي وبالعكس قفل على الاسبوع كله على وتيره ايجابيه جدا فوق قرب مناطق التاريخيه بتاعته فوق ال 30700 نقطة. ودي طبعا حاجة ايجابية بتدي دلالة ان لا لسه البورصة او الاقتصاد عموما في رؤية مستقبلية للاستقرار او رؤية مستقبلية للتحسن. فبالتالي خلى المستثمرين خاصة المؤسسات الاجنبية اللي كانت فرص او صافي شراء بصورة كبيرة جدا النهاردة، ده بيدينا الدلالة ان بدأ ان الاستثمارات اللي بره تبتدي تبص للاقتصاد المصري بصورة مختلفة عن الفترات اللي فاتت. استاذ محمد، يعني عذرا مقاطعة، يعني بعض الخبراء بالفعل في النقطة اللي تتحدث فيها حضرتك ارتأوا ان هذه القرارات هامة جدا، ومن ثم هي هناك توقعات بوجود تدفقات دولارية ستأتي على الاستثمار او على الاستثمارات المتنوعة في مصر، وهناك ايضا ربما ارتفاع للتصنيف الائتماني. يعني توقعاتك لهذه الرؤية؟ طبعا دي ده الكلام ده صحيح مليون في المية. طبعا ليه؟ دايما احنا قلنا من اهم الحاجات المهمة بالنسبة لاي استثمار هيجي لك من بره هي فكرة ان هو يبقى موجود عنده دولار او سيولة يقدر لما يحتاج يخرج بره البلد يبتدي بيلاقي الدولار موجود يقدر يخرج منه. فده من ضمن الحاجات المهمة اللي بتحسن الصورة دي او بتوفر الاداة دي، هي فكرة ان انت يبقى عندك سعر صرف ثابت او سعر صرف واحد ما يعني تقدر تاخد بيه الدولار في اي لحظه. فبالتالي هيأثر بصوره ايجابيه على المدى الطويل على الاستثمار عموما وعلى البيئه الاقتصاديه في الدوله ككل. فده بيبتدي المستثمرين الخارجيين يبتدوا يبصوا بمنظور مختلف للاقتصاد عموما، ان في بدات فعلا الادوات اللي تبتدي تخليهم يجذبوهم لفكره الاستثمار في البلد. فبالتالي البيئه الاستثماريه نفسها تبتدي تتحسن تدريجيا، وده اللي ان شاء الله احنا متأملين فترة قادمة. نعم. أستاذ محمد، يعني تعليق في دقيقة رجاء، يعني كيف ترى مستقبل أداء سوق المال في ظل السيولة المليارية التي بدأت تتدفق على البورصة والقمم القياسية اللي حققتها المؤشرات؟ احنا بقى لنا فتره الحقيقه ان احنا بدانا شغالين في اتجاه صاعد قوي جدا على المدى الطويل. الفترات اللي فاتت بسبب المشاكل اللي حصلت بسبب اسعار الصرف وكده هو ده اللي خلى السوق يبتدي يخش اتجاه عرضي قصير الاجل الفترات اللي فاتت دي، لكن اوفر اول او بصوره عامه احنا لسه الاتجاه من العام بتاعنا اتجاه صاعد، واحنا لسه شايفين مستهدفات كبيره جدا بالنسبه للمؤشرات وبالنسبه لمعظم الاسهم، خاصه الاسهم اللي هتبتدي تتاثر بصوره ايجابيه مع القرارات اللي موجوده دي. الاسهم اللي
بيتصدر، الاسهم اللي عندها سيوله دراية كويسه زي قطاع البنوك قطاع البتروكيماويات، هيبتدي كل ده هيبتدي يتحسن بصوره كبيره جدا. وكمان قطاع الاغذيه اللي بدا هيبتدي الادوات دي تبتدي تحل الازمه اللي كانت موجوده في الفترات اللي فاتت دي كلها. فبالتالي شايفين منظورنا او متوقعين في الفتره القادمه مزيد من الارتفاعات سواء في المؤشرات او في الاسهم ان شاء الله. استاذ محمد فريج خبير اسواق المال، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة على شاشة قناة النيل للأخبار. شاهدينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من مؤشر النيل، إلى اللقاء الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.